موريتانيا لطالما كانت وجهة عالمية مفضلة للتنقيب عن الموارد الطبيعية، لكنها باتت على بعد خطوات قليلة لأن تصبح قوة اقتصادية كبيرة بعد توقعات إيجابية للاقتصاد الموريتاني عبر شريان الغاز. تمتلك نواكشوط احتياطات ضخمة من الغاز المسال تقدر ب 110 تريليونات قدم مكعبة، ما يضعها في المرتبة الثالثة إفريقياً بعد نيجيريا والجزائر. وينفرد حق البيرلا الموريتاني بالنصيب الأكبر من هذا الغاز، إذ تقارب احتياطياته 80 تريليون قدم مكعبة، فيما تقدر احتياطيات حقل السلحفات أحميم الكبير المشترك مع السنغال بنحو 25 تريليون قدم مكعبة. وينتظر الموريتانيون حلول منتصف 2024 الموعد المحدد لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من حقول السلحفات العملاقة.